أدموعي خل ودموعك شهد وبكائي ذل وبكائك سؤدد. يعني أني كجهة سياسية أريد أتدخل، ما أريد برهم، أريد غير برهم. وأنا ما أريد الحلبوس، أريد ثابت العباسي. وأنا لا أمه هاي يقول لك هذا رأي، اسمح لي، هذا رأي كل مرة يصير وياي نفس الطريقة شوف. وهو يختار اللي يريده حتى نكون واضحين، فأنا هم لازم يكون عندي رأي بمرشحين منصفين. الجهة الأضعف في هذه العملية السياسية هم المكون السني، يفرض عليهم النائب الذي فقط في هذه الدورة الحلبوسي خرج عن جلباب الشيعة، وفي كل الدورات لن يكون رئيس برلمان ولا زعامة سنية بدون موافقة الشيعة بنسبة كبيرة جدا. ومو الحلبوسي هو نتاج البناء والإصلاح، وهو نتاج البدر، وهو نتاج الإطار التنسيقي. طيب ما عدا مما بدأ تعترضون عليه حين كان منكم وصديقكم؟ لا اسمح لي، إذن هي مزاج، هي مزاج. هذا عذب فرات وهذا ملح عجاج، يعني بكيف يا لا اسمح لي. الكرد لا اكو صداقه مستمره ولا عداوه مستمره. نجي للكرد، نجي للكرد. الكرد يختلفون، عندهم سياسه حقيقه اقول لك بها من فكر ناضج الى حد كبير. هم يفرضوا ما يريدون، لان الحج اصبح الى اربيل، حج الساسه الشيعة والسنه الى اربيل. واربيل هذه المره شوف تميزت في أن تكون رمزية لها كبيرة جدا، وحتى تصريحات مسعود برزان، السيد مسعود برزان، كانت باتجاه الوحدة للسنة والوحدة للشيعة، هذا ظاهرا هكذا سمعنا. وأيضا الرمز الآخر في الحنانة. إذن هاي الرمزيتان، هاتان الرمزيتان اللي ظهرت الآن في نتاج هذه الانتخابات يفترض أن تحترم. طيب. ويفترض أن الشيعة شوف بس دقيقة واحدة، الشيعة يفترض أن يحترموا الآخرين ويحترموا اللي معهم في البيت الشيعي. الآن السيد صدر كثير من الصفحات تقول ذاهب باتجاه كذا وكذا وذاهب مع المؤامرة. أي مؤامرة يا أخي؟ هناك عندنا مشكلة أخرى ستأتي وستقلع الجميع وهم الشعب، الأغلبية الصامتة.